وبالنسبه للمشكل اللي عندنا هو انه كنتشكاو من رداءات الاكل بالنسبه للسيتي الريستو ديال المدرسه العليا للتكنولوجيه، وحنا كنتشكاو من شحال هذه لكن ما من مستمع، وبالخصوص بلي ان حنا راه طلبه ديال المدرسه العليا للتكنولوجيه كاينين هنا الدراري ديال الانصات، الدراري ديال الميدسين اللي هما المستقبل ديال هذه البلاد، اللي نورمالمون خصي توفر لهم كل شيء، لحقاش كما كتعرف راه الطلبه هما المستقبل، التعليم والصحه هما المستقبل ديال البلاد. ولكن بالنسبه للمشكل العويص اللي عندنا كما قلت لك قبيله بلي انه رداءات الاكل عيانه بزاف، والسيرفيس وملي كنمشيو عندهم هنا الحي للريستو كيقولوا لنا ودي بلي انه راه المشكل كاين في الاداره، كنمشيو للاداره حتى هما كيقولوا لنا المشكل كاين في الريستو. بالنسبه للمشكل اللي كاين الكاليتي ديال الماكله عيانه بحال قلتي، كيعطيوك شي حاجه قديمه دونك يعني لي ريسبونسابل الريحه مثلا واحد النهار حتى اللحم فيه الريحه ديال بحال قلتي خناز، دونك يعني راه هادو ما مهتمينش بالصحه ديال الطالب، ويعني ما كاينش دوك لي ريسبونسابل كاليتي اللي كيجيو باش يشوفوا الماكله. على لحقاش انا كنعرف بلي انه كل سيمانه خصو يجي واحد ريسبونسابل كاليتي يقلب الماكله يقلب اللحم. ايوا راه طاحوا في المشكل ملي قلنا لهم ودي ما كاين، قالوا لي لا قالوا لي ما يمكنش تكذبونا، وفعلا لحقاش خص تكون انفيكسيون. والمشكل دابا الطلبه ما كيمرضوش كامل يبقى، فهمتي كل واحد كيمرض في مده، داكشي هو المشكل. دوك راه ما كيكلموش في واحد البلاصه باش تدخل الجهات المختصه. انا ديجا كنت مرضت بالنسبه للحلاقم السخانه، وكتكون عندك الدياري حتى هو، المهم الاغلبيه ديال الاعراض راه باينين كيكونوا متشابهين عند الطلبه كاملين، فهمتي كتدوز واحد السيمانه عاوتاني كيبراو. النهار الاول في رمضان، النهار الاول داكشي على وضعيه ود اللحم اللي عاودت لك قبيله، النهار الاول داكشي علاش طرا داك المشكل. او بالنسبه لدرنا مظاهره دوينه معاهم كما قلت لك، راه صافتونا عاوتاني للاداره، وراه ودي المشكل ديال المغرب كامل ما كيعرفوش يديروا على خوهم. ومن هذا المنبر كنوجه نداء للطلبه والطالبات ديال المغرب، لانه حنا هما المستقبل ديال هذه البلاد، انهم يتعلموا يدويو على حقهم الا بغاو مغرب الديمقراطيه والحريات الفرديه. بالنسبه للرساله للجهات المختصه كنبغي يدخلوا في اقرب وقت ممكن، لانه راه المشكل دابا راه كيتسبوا في هجره الادمغه كما كنقول. راه ما يمكنش الطالب يشوف لك مثلا بحال رداءات هذه الماكله ويبقى لك في المغرب باش يطور من الدوله ديالو، الا بغى الدوله الطلبه ديالها يبقاو ويحرصوا على البلاد باش انها تطور من القدام في مجال التعليم والصحه، راه خصهم يتهلاو فيهم. وشكرا. جينا اليوم باش نهضروا على المشكل ديال الريستو، حيت في الايام العاديه كنا كنصبروا، يعني كنا كنجيو كنديو الخبز من الريستو وكنخرجوا كنجيبوا غدانا من برا. ولكن في رمضان ومع ارتفاع ومع غلاء الاسعار وهذا الشيء ما بقيناش يعني القدره الشرائيه ديالنا، ولا ما بقيناش قادين نشريو كل نهار، حيت حنا غير طلبه يعني، وكاين اللي ما خرجتش ليه المنحه، يعني عارفين الاحوال ديالنا الماديه، وبالخصوص حنا اللي كاينين في السيتي، اما الناس اللي ساكنين هنا يعني اللي عندهم ديورهم راه كيمشيو لديورهم وكياكلوا يعني عادي. ولكن صافي في رمضان يعني ما بنادم صايم النهار كامل، وفي الاخر كتلقى ماكله يعني خاليه من المعايير الصحيه، كتلقى ماكله يعني اللحم خانز، الشوفلا سميتو الغراتان ديال الشوفلا لقينا فيه الدود، المهم بزاف ديال الامور اللي الناس، المهم الناس كيشوفوا داك الشيء ساكتين وحيت خايفين عندنا، يعني دائما حنا كنخافوا من القمع وكنخافوا من لا، المهم لا يخلطوا ما بين الامر ديال الريستو وبين قرايتنا وبين النقاط ديالنا، المهم حيت المهم الحق صعيب يتقال. Thank you.